لهذه الممارسة العملية لطلبة القارئ. نحن نعلم جيدا أن كل علم يحتاج إلى تطبيقات عملية، وإلا ما هي الفائدة عندما أتعلم وأتلقى الدروس النظرية؟ هي كي أطبقها على الواقع العملي. المحكمة بكامل هيئتها وبحضور السيد المدعي العام. احضر المتهم محاضرة وكلاءه المحامون. المتهم الماثل حسين رعد، احالك قاضي التحقيق على هذه المحكمة. تلاوة مندرجات الدعوة. محضر ضبط ختم منسوب الى دائرة الضريبة. ان القاضية نور علي رئيسة محكمة الجنايات اتهمك يا حسين رعد عجيل انك بتاريخ 1/2/2024 قمت باصطناع ختم. المتهم الماثل امام محكمتكم الموقر حسين رعد بموجب قرار الاحاله الصادر من محكمه التحقيق لاجراء الذي رجع عنه امام محكمتكم مؤقرا. قررت المحكمه الحكم على المجرم حسين رعد عجيل بالسجن 7 سنوات استنادا لاحكام الماده 302/1 وبدلالة المادة 298. جيد جدا لواقع عملي. بلا شك نحن نعلم أن في العالم نظامين قانونين، الأول يحكمه الفقه اللاتيني وهو الأعرق الذي انطلقت منه المدارس الفرنسية ومن ثم العالم ومن ضمنها الدول العربية طبعا، والمدرسة الثانية هي مدرسة الإنجلوساكسونية التي تأخذ بنظام، أولا نظام عندما تنعقد محكمة الجنايات بنظام القاضي المنفرد، ولكنه يستعين بهيئة محلفين جوري. هؤلاء هيئة محلفين هم من عامة الناس يعرض عليهم الأمر، ونعم تعطى فسحة كبيرة للإدعاء العام بأن يجمع. الآن أنتم إذا تشوفون النيابة العامة هو